اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بابطالنا، ابطال العاب القوى للشباب اللي شاركوا في البطوله العربيه في تونس وفازوا بالذهب. برحب بالبدايه بعمر حمدي صاحب 19 عام، خد ذهب او احرز المركز الاول في منافسات المطره. اهلا بيك يا عمر. اهلا مبروك. الله يبارك في حضرتك، انجاز كبير وطبعا منورنا في قناه النادي الاهلي. شكرا. برحب باحمد سامح صاحب 18 عام واللي حقق ذهب في رمي الرمح. اهلا بيك يا ابو حميد. اهلا بحضرتك ومبروك. الله يبارك فيك. ما شاء الله. انا عايز اقول لكم احمد يعني فوق ال 2 متر، بسم الله ما شاء الله، يعني الرمح انت مش محتاج تتعب، انت بس يعني من فوق لفوق كده تروح الدنيا تبقى كويس. قول لي يا احمد، انت البطوله كانت في تونس، شاركته ازاي؟ الاستعدادات كانت ازاي؟ يعني كلمني قبل البطوله، ايه اللي كانت الدنيا استعدته لها ازاي؟ هو كان في طبعا بطوله قبل بطوله تونس اللي هي بطوله الجمهوريه، وحققنا فيها رقم كويس، بس كنا طبعا التارجت بتاعنا كلنا رايحين بطوله تونس طبعا الاول، وطبعا عايزين نعمل ارقام تأهيل بطوله العالم، وفي ناس الحمد لله عملتها وفي ناس قربت خلاص ليها. طب انت عملت، يعني انت حققت رقم؟ حققت رقم بطوله العالم هناك اللي هو 69 26، مذاكرين احنا 69 26، ده رقمك اللي حققته في بطوله العالم. ده رقم حققته في بطوله العالم، وده رقم يأهلك لبطوله العالم. رقم يعني 69 متر بطوله العالم حققته الحمد لله. انت خلاص انت كده مشارك، كسرت الرقم ب 26 سم. طيب الرقم ده انت حققته في مصر لما تسافر يا احمد؟ لا لا، انا محقق في مصر اخر رقم شخصي 64 متر. 64، يعني انت ما شاء الله حققت اعلى من اللي انت بتحققه. اعلى من اللي انا حققته بس ب 5 متر. ده ما شاء الله يعني الله. طب ده ترجعه لايه؟ يعني ليه انت حققت؟ يعني دايما يقول لك الطبيعي بتحقق اقل من اللي انت بتجيبه في بلدك، يعني ممكن اقل متر بتاع نتيجه الرهبه والبطوله والاجواء. طب ايه اللي يخليك ما شاء الله تحقق 5 متر اباف الرقم اللي انت بتحققه هنا او اعلى من الرقم اللي حققته؟ طبعا عشان اول حاجه طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وثاني حاجه دي اول بطوله دوليه ليا، فكانت حماس بقى منتخب وكده. حماس حماس يكسر الدنيا. فكانت الحمد لله يعني اول رميه هي اللي جت على طول. اول رميه بسم الله، مش انت جبت ده من اول رميه؟ الحمد لله بسم الله ما شاء الله، يعني بجد حاجه جميله جدا جدا. طب مدربينك في مصر توقعوا ده؟ لا كانوا مش متوقعين، هم اتفاجئوا. فاجأتنا جدع. ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك يا احمد. والله عمر اجي لك نفس الكلام، ايه الاستعدادات؟ رحت ازاي وتأهلت ازاي بطوله عربيه؟ كنت لعبت بطوله جمهوريه رميت فيها 66 14، وبعدها انا كنت جايب مركز اول فتأهلت لبطوله العرب. ممتاز. بس لسه ما رميتش الرقم التأهيلي بتاع بطوله العالم، ان شاء الله هرميه يعني الفتره اللي جايه دي. وبعدها هتجيبه ان شاء الله. وعايز اقول لك ان شاء الله هجيبه. انت قبل ما تسأل انت حققت 64 24 هناك صح؟ 44 اسف، 64 44 هناك في تونس. مذاكر. وانت رقمك في العادي بتجيب 66، فوق ال 66. انا جايب 66 14 ده هنا في مصر. الجمهوريه. طب والجمهوريه دي ما تأهلكش بطوله عالم؟ لازم رقم التأهيلي 68 30. 60 يعني انت لو كنت جبته في الجمهوريه فاضل لي 2 متر 2 متر وكم سنتي. وكم سنتي بيديهم. طب ايه البطولات اللي جايه ممكن تشارك فيها وتحقق فيها يعني لو حققت في الرقم ده تتأهل؟ لو في بطولة جمهورية لو رميت فيها ان شاء الله اتأهل، وفي بطولة افريقيا مش عارف اتلعب ولا لا. بس هو طب اقرب بطولة جمهورية يعني اقرب واحدة امتى؟ اقرب بطولة جمهورية اقرب واحدة مش عارف صح. مش عارف ما بتحدد يعني، هل السنة دي في 2022 ولا في 2023 ولا يعني انت طب انت لعبتها قريب امتى بطولة جمهورية؟ بطولة جمهورية لعبتها لا مش فاكر يعني 2022 بتهيألي يعني اربع خمس شهور بتاع 2022. بس يعني فاكر امتى كانت يا احمد ابو حميد؟ ما بتبقى بنفس التوقيت شهر واحد مثلا قبل بطوله تونس بشهرين ثلاثه كان في تجارب في شهر. انا لعبت قبلها بقى. يعني قول مثلا في شهر مارس مثلا في شهر ثلاثه كانت مارس ثلاثه. يعني قصدي اقول لك ان انت لعبتها في مارس، فبيتهيألي احنا دلوقتي في شهر خمسه بتعليها بتعمل في السنه بطوله جمهوريه واحده ولا ممكن اكتر من واحده؟ لا ممكن اكتر عادي. فممكن بيتهيألي شهرين تجارب. لو ما فيش بطوله جمهوريه بيبقى في تجارب. طيب يعني التجارب دي ممكن تتأهل منها برضه؟ طب هايل ممتاز. فانت فاضل لك يعتبر 2 متر وشويه عشان تجيب رقمك. طب قول لي ايه ليه اخترت المطرقه؟ هو انا زمان كنت بلعب جوله قرص مع كابتن عيد. بعدها كابتن عيد هو انا كنت بهزر شويه في التمرين بصراحه. فكابتن عيد راح كان في كابتن محسن كان هو ملعب القرص والمطرقه والرمح كله لازق في بعض طبعا. فكابتن عيد خلاني اخش مع كابتن محسن اجرب المطرقه. بعدها يعني وانا قلت لكابتن عيد ان انا اتمرن الاثنين قرص ومطرقه عشان كنت بحب القرص.
اكتر من الجله، فكنت عاوز اتمرن قرص. وبعدها كابتن محسن يعني فضلت اتمرن شويه الاثنين، واخترت في الاخر ان انا اكمل مطرقه. وبعد ما كملت في مطرقه كابتن محسن مشي سافر قطر، تمام. فضل معايا كابتن في كابتن خالد جه، واحنا بقى قاعدين مع بعض بقى لنا 6 7 سنين. 7 سنين مطرقه. خلاص انت بقيت مطرقه مع كابتن خالد. ما بتحنش للرمح شويه او سوري للقرص شويه ولا لا؟ كان كابتن عبد النعيم عاوزني انا واحمد اخويا. لا يا شغلانه بقى هنروح ونرجع. لا مش شغلانه، انت شويه قرص وشويه. لا يا عم خليك في المطرقه، وانت ما شاء الله بنيانك يعني بنيان يا بنيان لعيبه المطرقه يعني. يمكن احمد رمح بيبقى طويل. بقى لي شهرين بس. شهرين رمح بس؟ بس انا بتكلم. كنت بتلعب ايه الاول؟ بلعب هاند بول، كنت بلعب بقى لي بتاع 13 سنه كده في الاهلي هنا. بتكلم جد؟ لا ده انت طلعت اكتشاف. استنى يعني انت كنت بتلعب هاند بول؟ بلعب هاند بول بتاع 13 سنه. كان مركزك ايه؟ باك ليفت. طب وايه اللي خلاك تبطل هاند بول؟ انا ما بطلتش، انا بلعب لغايه دلوقتي، بس مشيت من النادي الاهلي دلوقتي بلعب في نادي وليده. بتلعب هاند بول لسه؟ لسه بلعب. بس هو في توقف بلعب الكوره دي، كنت بلعبها زمان خالص وانا صغير كده، عشان انا كابتن والدي كابتن سامح حسين ما شاء الله بطل افريقيا برضه في القرص زمان، بس دلوقتي كابتن برضه في النادي الاهلي قرص وجله ما شاء الله. بس قال لك يا ابني تعالى هما زمان بيزنوا عليا من وانا صغير. فجربتها سنه 2014 كده، خدت اول، بس من ساعتها حبيت الهاند اكتر. الهاند اكتر. ف لسه خلصت مع نادي وليد البطوله، خلصنا الدوري خلاص وكده، ففي توقف بقى لغايه مثلا الموسم الجديد يبتدي. فوالدي قال لي، وكابتن عبد الرحيم برده معايا من وانا صغير، خش يا ابني، قال لي تعالى اجرب كده مش عارف ايه، وهي تقويك للهاند بول وكده. كان كابتن عبد النعيم عاوزني اجرب انا واحد هاند بول برده؟ لا رمح. رمح؟ لا ما هو فيها يا جماعه. كنا لسه ما جربناش العاب القوه. انت اي حاجه بتتحرك معاها ولا ايه؟ لا هو في الاول كان كابتن عيد عاوزنا وكابتن عبد النعيم كان عاوزنا. هو كابتن عبد، احنا في الاخر اخترنا كابتن عيد نروح نتمرن معاه قرص وجله. فبعدها اتطورت ورحت انا مطرقه واحمد اخويا في الجله قرص. انت ليك اخ اسمه احمد؟ ها اسمه احمد. احمد حمدي. ما شاء الله. بس هو دلوقتي بيلعب قرص بس. بيلعب قرص بس. اكبر منك ولا اصغر؟ اكبر بخمس دقائق. توأم؟ ايه ده يا جماعه؟ توأم شبه بعض. شبه بعض خالص. طب احنا ممكن نجيبه بقى الحلقه الجايه على السن انت. طب وانت، طب سؤال بقى، طب هو راح معاك بطوله عربيه؟ هو خد اول. خد اول برضه؟ ايه ده بس طب انا بس، طب انا عايز دلوقتي اعرف مع الاعداد انتوا لما كنا جبنا الاثنين يا جماعه يعني هي واحد يكفي ولا ايه؟ ما لازم ده بس دي حاجه جامده جدا يعني. انت اخوك التوأم خد دوام معاك؟ والله بص ده احنا، بص ده احنا هنوري، بص هنغزو افريقيا بيكم. لانه انت متخيل الشكل يعني، انت ممكن تبدلوا مع بعض تروح عند ترن هو تعبان مصاب. بعرف انا لسه فاكر التكنيك. شوف بقى يا باشا. طب خلينا ارجع لك يا احمد تاني يعني ما شاء الله ده انتوا خليتوني النهارده. طب انت كنت تلعب يد؟ ولعب ورحت بسم الله الرحمن الرحيم ارمي رمح. انا كنت في الاول هوب رحت جايب الرقم العالمي بقى تاهل في العالم. بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظك. ربنا يخليك. يعني بجد لا ده انت اكتشاف. بص انا عايز نصيحتي انا، خليك في رمي رمح. انا مكمل. لا يعني خلاص بقى بتاع ايه؟ ده في لعيبه هاند بول كتير ما شاء الله ونجوم وبتاع، بس الهاند بول ممكن يجي، انما انت راجل راح بالاول رميه ليه راح جاب ما شاء الله 69 متر. بسم الله ما شاء الله. فانت لو اتعديت مظبوط واشتغلت على نفسك. لا انت بشتغل لسه على نفسي بقى. طب هو الرقم العالمي في الشباب كام؟ انت عارفه؟ هو لسه في واحد الماني متابع يعني كده لسه عامل 80 متر. 80؟ 80 مين يا باشا؟ احنا ان شاء الله نجيبه ان شاء الله بقى. مين على مين يا باشا؟ على نفسه. بص انت ما شاء الله في اول رميه جاب 69. امال لو اتمرنت هتخش في 75 وال 76 80 مين يا باشا؟ انت ان شاء الله هتفجر كل دول بامانه. ان شاء الله الارقام دي كلها انت هتفجرها. طب اجي لك برضه عمر يعني. طب انت واخوك بقى مين اللي خلاكوا تروح العاب القوه اصلا؟ هو الاول محمود اخويا راح اتمرن مع كابتن عيد، واحنا بقى بعدها كنا بنمشي في لا استنى محمود مين انت؟ مش احمد التوأم؟ احنا اربعه. انتوا اربعه اللهم صل. اربعه توأم برضو؟ لا محمود يعني احمد التوأم بتاعك. محمود الكبير وزينه اختي الصغير الاصغر من محمود. محمود الكبير. محمود اكبر واحد. اكبر منك بكام سنه؟ محمود عنده 22. 22 ما شاء الله يعني برضو قريبين بعض. بعد محمود؟ محمود عنده 23. معلش 23 ماشي. طيب واللي بعد محمود؟ زينه عندها 22. مين؟ زينه 22. زينه؟ طيب زينه بتلعب العاب قوه؟
كانت بتلعب مع كابتن عيد وبعدها عشان دخلت الطب طب طبعا خلاص بقى اللي يخش طب ما بيكملش مذاكره وبعد كده تيجي انت بقى وانت واحمد احمد اكبر منك بخمس دقائق خمس دقائق بالظبط وانتوا بقى طب مين اللي وجهكم العاب القوه كان محمود اخوكم الكبير هو محمود لما راح انا واحمد كنا بنروح نقعد نلعب قدام كابتن عيد نهزر وكده ومحمود بيتمرن محمود بقى كان بيتمرن كابتن عيد بقى كان بيشوفنا ويقول على جسمنا حلو فكان بيقول ان احنا ننفع يعني في العاب القوه انتوا ساكنين فين كنا في الاول في اليوب وكنتوا بتتمرنوا مع محمود فين في المركز الاولمبي ولا فين لا محمود اتمرن في النادي الاهلي في النادي الاهلي تمام فانتوا كنتوا بتروحوا معاه في النادي الاهلي بتيجوا معاه وتتدعموا حواليه كنا بنيجي عشان نلعب بتيجوا تلعبوا تهزروا جايين تهزروا اخواته الصغيرين بقى وبتاع جايين تهزروا وكابتن عيد شافكم وكابتن عبد النعيم شافنا بس احنا اخترنا كابتن عيد في الاخر وكملنا يعني معاه بس اقول لك على حاجه انت ما شاء الله يعني يعني بالهزار والضحك واكتب يعني انا احب يعني واضح عمر بيقول لي ما تقلقش عليا انا مش قلقان عليك والله انت ما شاء الله جايب ده في بطوله عربيه لا عارف ازاي لا بس عاجبني انت يعني ما شاء الله لا انت كسر الدنيا انت اكتشاف يا عمر انت اكتشاف والله العظيم طب يعني عمر طب احنا يا جماعه عايزين احمد كمان يا جماعه لا بجد نعمل حلقه يا جماعه عشان نشوف بقى الفرق طب اخوك زيك التوام عمر اتراكتف اكتر عمر بس يعني هايبر احمد خجول شويه لا احمد كان خجول بيفكروني احمد كان معانا في حلقه احمد شاف احمد جه هنا جه هنا صح كان معانا ما بيفكروني بس خجول لا محدش جه زيك انت خدت كل الشقاوه من اخوك واديته كل الخجل خليني اجي لك برضه احمد يعني يمكن برضه انت والدك يعني لما هو اللي وجهك بشكل او اخر طب انت ليك اخوات ليه يا اخ بيلعب في العاب كوره لا بيلعب هاند ما بيلعبش هاند اكبر ولا اصغر لعب توأم برضه اكبر من الناديتين يا جماعه في هو في توأم بجد بس مش شبه بعض استنى بس استنى مش ايدنتك اللي هو توأم هو توأم بس مش زي بعض بالسيامي بيسموهم ليها اسم علمي كده انا احمد ايدنتك انت ايدنتك صح ايدنتك انت شفت بيصحح لي يا باشا انت مش ايدنتك لا مش فانتوا توأم بس طب هو نفس الطول برضه يعني قرب يجيب لا انا اطول واحد قرب يجيبك ايه يا معلم هو نفس سنك قرب يجيبك هو مش هيطول انتوا الاثنين بتطولوا في نفس الوقت يا ابو حميد هو خلاص بقى انا كده مش هطول اكتر من كده يعني هو قرب منك في الطول يعني عند كتفي كده وبيلعب فين معاك؟ كان برضه بيلعب معايا في الاهلي زمان بس هو حصلت له اصابه يعني فمشي برضه من الاهلي ودلوقتي بيلعب في وليدو توليدو وبيلعب برضه نفس القصه باك ليفت لا بيلعب فيرو ده انا عايز لسه اكمل معاك واشوف بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا وابطال العاب القوه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد مكملين حوارنا مع ابطال العاب القوه للشباب واللي فازوا بالذهب في البطوله العربيه اللي اقيمت في تونس وانتهت منذ ايام وبالمناسبه طبعا البطلين اللي معايا هم توأم يعني كل لاعب وليه توأم اخر بطل زيه. طيب خلينا نتكلم يا احمد يعني يمكن احنا قلنا ان كره اليد الاول كانت سكتك انت واخوك، اخوك بالمناسبه اسمه ايه؟ محمد. وبعد كده اتجهتوا لألعاب القوى. طب لو محمد فكر يلعب ألعاب قوى برضه رامي رمح ولا هيلعب حاجة؟ لا محمد ممكن يمشي في الجولة والقرص بس خلاص مش دلوقتي مش حبيبي في أبطال فيها مش هيلعب بس أنت جيت ما أنت جيت ما شاء الله جبت 69 ما كانش في ناس في سني فيمكن عشان السن ده بس خلي بالك حتى لو في حد في سنك بسم الله ما شاء الله مش هجيب الرقم ده ما كان في البطولة بس خلاص يا محمد كمان تونس أكيد في ناس هو كانوا اثنين بس واحد من العراق واحد من تونس واحد منين؟ واحد من العراق واحد من تونس ودول كانوا بينافسوك هم دول وكان معايا واحد مصري برضه احمد باغت من اسكندريه بس هو بيلعب في نادي مؤسسه اسكندريه طب مين الثاني اللي جه وراك؟ بطل احمد باغت احمد والثالث بتاع تونس تونس يعني اول الرابع العراق الرابع العراق طب وانت نفس الكلام عمر مين اللي كان بينافسك هناك في البطوله؟ احنا الحمد لله كان في 8 معانا بينافسوك؟ يعني احنا الحمد لله كنا مطرقه مشهوره شويه 8 من مصر ولا بره مصر؟ لا هو واحد من مصر وباقي من مش من مصر يعني يعني انت كنت المصري الوحيد في الثمانيه اللي بينافسوا؟ لا ما انا معايا واحد تاني مصري ما انا بقول لك المصري الوحيد قلت لي لا لا مصريين مكتسحين كان كام مصري هناك؟ اثنين انا وواحد منين بالتاني؟ التاني من 6 اكتوبر 6 اكتوبر وخد ميداليه ولا ما خدش؟ اخد تاني خد فضه طيب والتالت؟ التالت مش فاكر مش فاكر من تونس من تونس مش فاكر ازاي انتوا واقفين في المدرسه ما بصيتش على شمالك مثلا وتشوف لا هو كان قدامي بس انا ما ركزتش معاه كان بطل تونس هو التالت كان تالت طب مين من اللعيبه اللي لفت نظرك؟ يعني من الثمانيه اللي انت لعبتهم شفته كده حتى في التسخين قلت لا ده يعني شكله لعيب جامد كان في مبين هو لعب معايا هنا في مصر هو رمى 70 رمى رقم التقليدي بتاع بطولة العالم بس هو ما رماش
بس كده كده ما كنتش خايف يعني في الماتش. وده مين، لاعب مصري برضو ولا لاعب ايه؟ عماني. عماني. انت لعب هنا في مصر ازاي؟ لعب بطولة الجمهورية معانا. هو ممكن الجمهورية يلعبها غير مصريين؟ متهيألي عادي. هو دخل تجارب يعني. دخل تجارب؟ اه صح، هو دخل دخلش تجارب. الجمهورية اصل الجمهورية لا ما فيش مصريين بس. هو تجارب يخش اي حد. هو دخل تجارب معانا، هو رمى رقم التأهيلي 70 وانا يومها كنت رامي 66 14 الرقم بتاعي. هو رمى 80؟ 70. 70 الرقم الرقم بتاعك والتأهل 70 صح؟ رقم 68 30. هو رمى 70. هو رمى فكده هو اتأهل. اوكي انت فرقت معاك 66 حاجة بسيطة. يعني انا فاضل لي 2 متر و 16 سم. سهل مش صعب ان انت تجيب. ان شاء الله اعملها على طول. ان شاء الله على طول. ده اللي هو امتى؟ بكرة بس. يعني بسرعة واشيل على مصر ان شاء الله. بتتمرن كام ساعة؟ بتمرن على حسب، لو عندي جامعة او ما عنديش جامعة. انت في جامعة بتدرس ايه؟ طب اسنان. ليه كده؟ ليه؟ ليه بتعمل نفسك كده؟ ما بهدلان اخت الطب وانت بتطلع اسنان ليه كده؟ طب واحمد بيدرس ايه؟ توأم هندسه. بقى ويعني بصراحه ما شاء الله. لا بس دي حاجه كويسه، خلي بالك انا بهزر يعني. انا بوريكم يعني اعزائي المشاهدين ان ابطالنا مش بس تفوق رياضي، لا ده تفوق كمان اكاديمي، طب هندسه طب اسنان، يعني دي مش بتعطل. بطل عرب وذهب، بنجيب لكم نماذج مشرفه فعلا الحقيقه، تبقى قدوه لكل الشباب. انت 19 سنه ما شاء الله. 19 سنه. كم في اولى طب اسنان ولا اولى؟ ماشي كويس ولا فاضل لي خلاص اخر ترم بس اخلصه وان شاء الله يعني اتمرن بقى براحتي يعني. اتمرن براحتك بقى. لو ما فيش جامعه بتتمرن كام ساعه؟ ايه عشان اشوف. دي سهله جدا. كام؟ يا عندي الصبح بتمرن من الساعه 8 للساعه مثلا قول بنخلص 11 ونريح شويه رايح في الاستاد عشان لو اروح اروح مدينه العبور وارجع تاني. ساكن في العبور؟ بيبقى كتير. مشوار برضه. ف وبنتمرن الساعه 3 ممكن نخلص 6 7. هايل هايل. طب وانت بسرعه قبل ما نختم الفقره دي، انت لو بتدرس ايه؟ بسرعه اتجار انجلش. طيب ماشي ما شاء الله عليك. ايه طيب انت في سنه اولى؟ في سنه اولى. مرن كام ساعه بقى؟ يعني خمسه كده، خمس ساعات. ما اتمرن من ساعه في الجامعه او مش في الجامعه؟ صح في الجامعه كده كده بخلص جامعه. لو عندي ايام هي بيبقى يومين بس في الجامعه يعني، فبخلصهم كده كده بخلص الساعه 3 يعني، فبخلص واطلع التمرين. تزهقش من عدد الساعات؟ لا لا ما انا لسه بقالي شهرين بس اتعود يعني. طب اخوك التوأم في كليه ايه؟ كوره انجلش برضه، بس هو في الجامعه وانا في الجامعه. هو بقى الجامعه انت والجامعه. بس انتوا الاثنين بتدرسوا نفس الميجر التجاره انجلش. بس ما شاء الله عليكم، انا مش عارف اقول لك يا احمد والله بجد ما شاء الله، انت نموذج مشرف فعلا فعلا. وعلى فكره احنا مستنيين منكم كتير ان شاء الله. ان شاء الله احمد انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا واتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. شكرا عمر، بشكرك شكرا جزيلا. العفو. ونورتني وشرفتني يا دكتور. ان شاء الله مزيد. لسه ما بقتش دكتور، خلاص 6 سنين بتوعي استناك. بس عايزين مع 6 سنين دول ذهب كتير ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك عمر، نورتني وشرفتني يا حبيبي. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل، خليكم معانا لسه عندنا نماذج مشرفه ايضا ابطال بطلات ذهب. هيكون معانا مرام محمد شبانه ذهب القرص، وكمان شهد محمد ذهب في الزانه، ولكن بعد الفاصل.